السلام عليكم. احنا فرحانين بزاف اليوم مع المنتخب الوطني ديالنا، فرحونا وفرحوا الشعب المغربي كامل والجالية المقيمة بالخارج. الحمد لله على هذا الانتصار، الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله الفينال ونستاهلوها كيبان ليا، وان شاء الله حنايا اللي غنديوها ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. عاش الملك، عاش المغرب. أخ عمرو مقيم في هولندا من الجالية اليمنية، سعيدين جدا بالفوز التاريخي اللي قدموه المنتخب المغربي، فوز للأمانة يشرف الوطن العربي كله والجالية الإفريقية المقيمة كلها في جميع الدول الإسلامية. سعيدين سعيدين جدا، وصراحة المنتخب المغربي شرف جميع الأمة العربية في المونديال كأس العالم، وبإذن الله أنه يوصلوا لأبعد مرحلة في البطولة، ومتفائلين جدا بالمستوى المقدمينه الأولاد، وإن شاء الله بإذن الله نبارك لبعض للوصول لنهائي كأس العالم بإذن الواحد الأحد. ألف عافية، ما قصرتوا، الله يعطيكم العافية، بإذن الله بنوصل للفينال، بنوصل للنهائي إن شاء الله بإذن الله.